يا سيدي راح احكي لك القصه من اولها. ابي كان بالسوق تاخر، امي شغل بالها عليه، فبعتتني استفقد ابي. رحت على السوق بليلتها، كان الفرنساوي نازل طرق رصاص مثل زخ المطر. وصلت على السوق يا بي، امي بعتتني لاستعجلك لانه هي بالها مشغول عليك، بس انا صلي اكثر من ساعه عندك، يعني بالها بيكون شغل علي وعليك. الله يسامحها ويهديها. شلون بعتها وشايف الدنيا قايمه وقاعده؟ يلا يا ابي يلا، بس خلص هالشغله ونروح انا وياك على البيت. الليلة ماشي لحالها؟ يا قليل الحياة، أنا أم عبد الله الحرايري. أم عبد الله؟ راح خليك تكام. يا قليل نموت. عبد الله تجي على تكام. تجي وانت يا كلب روحك بدي شيلها بإيدي. بدي أعمل هربت. وين بدي روح؟ ضليت أركض بالسوق لحتى وصلت لمربط الخيل، فكيت فرس وركبته وهربت. في حدا فوق أصعد.